رجعت لكم بعد الفاصل وعندي العجينه هايله مش بتلزق خالص. بصوا ايدي اهي، اول ما احس ان انا نزلت ايدي في العجينه وما لزقتش، ما طلعتش معايا كده، مفيش اي ستريتش في الموضوع، يبقى انا كده مقاديري مظبوطه. انا في الفاصل حطيت ايدي حسيت ان هي بتلزق سنه، فاضطريت ازود شويه دقيق. دايما تخلوا بوله صغيره فيها دقيق جنبيكم علشان ممكن تحتاجوا تزودوا شويه دقيق لو مسكت معاكم في ايديكم. بنطلعها كده، بحط في ايدي دقيق وبلم بقى العجينه دي كده كلها. بصوا بقى جمال العجينه، طالعه طريه وهشه، مش هتتعبني خالص بقى وانا بعملها. هي بتبقى كده العجينه دي، عجينه كده فيها زبده طريه. بصوا بصوا جمالها من قبل لما تتخمر، جميله وحلوه جدا. بنسيبها كده ما بتلزقش في ايدي، كده العجينه مظبوطه مفيش اي لزق. لو لزقت يبقى احنا محتاجين نزود دقيق تاني في العجان. انا المفروض بقى بقفلها بستريتش وبحط تحتيها طبق فيه ميه وبسيبها تخمر. العجينه دي مش زي عجينه البيتزا، مش بتعلى قوي لفوق، عجينه فيها زبده كتير، طريه، عجينه طريه. بسيبها بقى تخمر نص ساعه ل 40 دقيقه. اللي عنده وقت يسيبها ساعه برده حلو عادي، هتبقى احلى واحلى. كل ما بنسيب العجينه كل ما بتبقى احلى. بعمل ايه بقى دلوقتي؟ باخد العجينه بعد لما بترتاح كده وببتدي افردها. هفردها ازاي وهحشيها بايه؟ ننزل بقى مقادير الحشو كده على الشاشة. عندي زبدة في درجة حرارة الغرفة لازم تكون طرية عشان تعرفوا تفردوها، وعندي كاكاو وعندي قرفة وعندي سكر بني او سكر عادي. سكر بني بيتكرمل كده وبيدي لون حلو، السكر العادي مش هيقول لا. اللي موجود عندكم اهي، دي مقادير الحشوه ودي مقادير العجينه، احنا نزلناها كذا مره وهعيدها معاكم تاني في اخر الحلقه عشان حابه المسابقه دي كل الناس كده تتجرأ وتعمل الوصفه السهله دي لاطفالها، حلوه تاخدها في المدرسه. يعني هي مش عجينه صعبه زي ما انتم شفتوا، انا عملتها بسرعه ما خدتش وقت معايا خالص. هفرد العجينه كده، ولازم بقى بنفرد جامد علشان اعمل رول، لازم افرد جامد جدا. شيل العجان بس عشان الصورة. طبعا اي وصفة فيها عجن بتبهدل المطبخ، دقيق وكده، حاجة عادية جدا. جهز بقى دلوقتي العجينه كده، هنشوف مع بعض هنعمل رول ازاي. بصوا بتتفرد معايا بسهوله ازاي. كل ما تكون بتتفرد بالنعومه دي معاكم تعرفوا ان انتوا عجنتوا صح، خمرتوا صح، مشيتوا على الخطوات اللي قلناها صح جدا. مش عايزه يبقى فيها زاويه مرتفعه عن زاويه عشان لما اعمل رول تبقى مظبوطه كده معايا. حاول افرد اكبر قدر اوصل له علشان اعمل رول مرتاح جدا جدا. مش عايزين اي ارتفاع، عايزينها تتفرد كده. وهنقص بقى دلوقتي الزيادات ونلفها ونعمل عجينة تاني. طبعا في تقطيعات مختلفة دلوقتي لعجينة السينابن، بس احنا عاملين الحجم الكبير. في ناس بتعمل الميني دلوقتي. اهو اهو عايزين نقلب بتاع الفطير هنا، بس احنا بنعمل سينابن يا جماعه. كده حلو قوي. ابتدي بقى دلوقتي اقطعها مستطيل بالسكينه واخد العجينه اللي اتبقت من الجناب دي واعمل عجينه تاني، اكيد مش هنرميها. هعمل ايه دلوقتي؟
شيل ده كده، اللي هو الجنب الزيادة اللي هيخلي شكل العجينة مش مستطيل. الباقي ده عادي، شكل مستطيل عادي جدا. ده طبعا بلفه تاني كورة وبعمل بيه عجينة تاني، مش بنرمي اي عجينة، بنعمل بيه سنبن تاني عادي، يعني بنخمره تاني، بنسيبه بقى يهدى 10 دقايق تاني من اللي احنا عملناه فيه ده عشان يهدى، وبعديها بنفرده تاني. في الوقت اللي احنا بنعمل فيه الحشوة هيكون هو هدي وجاهز ان هو يتشكل تاني. بصوا طرية ازاي وانا بقطع ده كده، ايه تمام جدا كده، انتوا عاملين كل حاجة صح جدا. لو قابلتوا اي صعوبة في الموضوع ده يبقى كده مش تمام خالص، يبقى كده انتوا محتاجين تزودوا دقيق لو لزقت في ايديكم. لزقتش وحسيتوها ناشفة قوي يبقى محتاجين تزودوا لبن مقدار السوائل. هلبس بقى جلوفز ونبتدي نعمل مع بعض مقادير الحشوة. طبعا انا اخدت جزء من العجينة عملت بيه نسخة في الفرن عشان الوقت مش بلحق اسوي، بس العجينة لما تعملوها كاملة هتطلع لكم مقدار اكبر بكتير. العجينة اللي احنا عملناها بالمقادير بتاعت الوصفة تطلع لكم المقدار ده، انا العجينة بتاعتي كانت صغيرة شوية